السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدين ومتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أول رد لصنعاء على إرسال حاملة الطائرات روزفلت، وإلى التفاصيل. ردت حكومة صنعاء على إرسال أمريكا حاملة طائرات أخرى بدلا عن أيزنهاور التي تعرضت لأربع عمليات هجومية من قوات صنعاء أثناء تواجدها في البحر الأحمر. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي في تدوينة على إكس: روزفلت لن تكون أوفر حظا من أيزنهاور التي تضررت إلى حد كبير، مضيفا: الحل هو إنهاء عسكرة البحر الأحمر على نحو فوري. ودعا الولايات المتحدة إلى تعديل سلوكها العدواني تجاه بلدان العرب والمسلمين وفي مقدمتها اليمن. من جانبها حذرت سلطة صنعاء طاقم حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت بأن البحر الأحمر لن يكون نزهة لهم. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوثي في تدوينة له على إكس اليوم الثلاثاء: كما صرح جنود وأدميرال حاملة الطائرات أيزنهاور أن البحر الأحمر لم يعد نزهة لهم، فإن على جنود حاملة الطائرات روزفلت أن يفهموا أنه قد ولى زمان الاستجمام والنزهة، مضيفا: الطريق الوحيد لممارستهم لهذه الهواية هي شواطئ كاليفورنيا. الله أكبر. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.